حضرت له مش عارف علامه ايه. لا انا هقول حاجه، القانون بيطلب ان احنا نعمل لوائح للحوافز. طب ايه الفرق؟ ما هي الحوافز كانت بتبقى احيانا 200% و300% و400%، وصلت في بعض الاحيان الى 500%. الفرق الوحيد اللي بيطلبه انه هذه الحوافز تمنح وفقا لمعايير معدله في الانتاج. لما تسمعوا الكلمه دي ما فيهاش خلاف، حد فيكم يقول ان الحوافز تبقى مقطوعه؟ ما حدش بيقول ان الحوافز تبقى مقطوعه، ما حدش ابدا. كلمه الحافز هي بنفسها لغويا تعني انك تدي للشخص عشان تحفزه على الانتاج. اذا كان مش محافظ على الانتاج يبقى ما هيش حافز، يبقى انت بتديله مرتب. والقانون ما بيقولش مش حافز، بس بيطالب بتعديل طريق اداء الحوافز. هل ممكن ان احنا نصل الى وسيله انه هذه الحوافز فعلا وعدهم في تاكيدات من رئيس الوزراء، الا اذا كان جميع الطوائف بتصوت وفقا لمصلحه الوطن وليس تصويتا عقابي. دي اول نقطه. النقطه الثانيه انه هذا الجهاز اللي انت بتتناوله سواء كان جهاز جيد ولا جهاز انا شايف انه اداؤه متعسر، في كل الاحوال هو اللي مرتبط بمصالح الناس، وهيترتب على انه الموظفين مش هيبقوا راضيين عنه ان مصالح الناس هتتعطل. فمن الملائم ايضا ان يبقى فيه نوع من التفاهم عشان نصل الى حل. نقطه فنيه مش عايز اقف عليها كتير تاني، وهي فكره الاستثناءات على تطبيق القانون. الحقيقه احنا استلمنا مصر، لو انتوا عارفين، بعد الثوره استلمناها في عهد، وانا اذكر كلمه يعني لشخص مش هذكر اسمه على توريث جمال الفخار. قال لك انت اشمعنى يعني بصين لتوريث رئاسه الجمهوريه؟ ما البلد كلها بتتورث، كل واحد في مكان بيورث ابنه. هذا ليس وسيلة لبناء دولة ودولة حديثة. وإحنا لو استسلمنا لفكرة الفئات في داخل القانون يبقى برضه. أنا